دائما ما تعاني بذور اللوبيا من الأضرار الناجمة عن آفات التخزين الحشرية. يحدث الضرر بسبب يرقة الحشرة التي يمكن أن تدمر حصاد اللوبيا في 6 أشهر. هنا نقدم تقنية للقضاء أو للحد من هذا الضرر باستخدام الحرارة من الشمس فوق 50 درجة مئوية لقتل الحشرات. أولا، جهز حصيرة باستخدام مواد مثل الأوراق والسيقان والقرون الجافة، انشرها على الأرض لتجنب فقدان الحرارة من خلال الأرض. قم بتغطية الحصيرة بطبقة بلاستيكية سوداء لالتقاط وحبس حرارة الشمس. وزع بذور اللوبيا حوالي 5 كيلوغرامات لكل متر مربع على طبقة البلاستيك الأسود. انشر البذور مع التأكد من ترك بعض الفراغات بين البذور لكشف الطبقة البلاستيكية السوداء التي تمتص الحرارة من الشمس، ثم غطي البذور بقطع بلاستيكي شفاف. قم بطي وتثبيت جانبي الطبقتين البلاستيكيتين على الأرض بالحجارة أو التربة لمنع تطايرهما بعيدا. اتركها في الشمس لمدة 2 ساعة، وهذا من شأنه أن يقتل الحشرات إذا كان هناك أي منها في البذور. انفخ في البذور على صينية إذا لزم الأمر لإزالة الحشرات الميتة، ثم خزن البذور في حاوية محكمة الغلق. يمكن استهلاك بذور اللوبيا المعالجة بهذه الطريقة بأمان وفي أي وقت دون الحاجة إلى استخدام مواد التبخير.